بالنسبة للمعتقلة هاجر منصور اللي هي زوجتي، طبعا يعني أول اعتقال مالها يعني طبعا أثر على الأسرة كامل. وطبعا المرأة هي يعني في ما تقول عمود البيت يعني، فأخذوها واعتقلوها. من اعتقالها يعني الأسرة طاحت، يعني أول واحد أنا طبعا، والثاني شيء الأولاد تأثروا وايد وايد، تأثروا من ناحية الدراسة، تأثروا من ناحية فقدان الأم. والحمد لله أن يعني إحنا يعني مصابرين روحنا يعني على ما هي، إن شاء الله الله يفك أسراها. لكن بالنسبة للاعتقال مالها، يعني اعتقال مالها كان وايد تعسفي، يعني ما لها أي ذنب في حصل، يعني مجرد أن ولدها أنه أخذوه اعتقلوه، واعتقلوا ولد أخوها طبعا. وعقب 3 أيام كذي تقريبا أو أسبوع تقريبا اعتقلوها هي. ليش؟ لأن الولد قالوا أنه معترف عليها. طبعا الولد يعني تحت التعذيب، وهذا يعني حتى بيعترف على الأب والأم والجد بعد. لكن نقول الحمد لله، والولد مو ملام، يعني تعرف تعذيب وهذا مو ملام، فنحمد الله. حكم عليهم اللي هو طبعا القاضي 3 سنوات اللي هي في الجلسة الأولى، وفي الاستئناف أيدوا الحكم مع العلم أن دليل ما في. ونحمد الله على كل شيء، وإن شاء الله الله يفك أسراهم إن شاء الله، ويفك أسرى جميع المعتقلين والمعتقلات. أما بالنسبة للأولاد، اثنيناتهم الحين الصغار وايد 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 متأثرين من اعتقال والدتهم. وطبعا خصوصا البنت ما تبي طبعا إلا والدتها، ووايد متأثرة. أنا حاول إن أنا أصبرها، يعني وايد كانت أول اعتقالها كانت وايد وايد متأثرة، وكلها تبكي يعني، وأم بوالدتي أم بوالدتي. فقلت لها صبرها يا بنتي، يعني هذا أمر الله. والولد بعد طبعا الولد وايد متعلق، اللي هو سيد هاشم وايد متعلق بوالدته، لأنه في الدراسة وده يعني أنا قاعد أصبرهم اثنيناتهم، وإن شاء الله الله يفك أسر الجميع إن شاء الله يا رب. الحمد لله رب العالمين. الأولاد الحمد لله اللي برا يعني المهجرين الحمد لله يعني شالين روحهم. لكن دنيا الأطفال الاثنين اللي عندي اللي هو سيد هاشم ومعصومة طبعا وايد متأثرين بالأم، يعني مي موجودة، تعرف الأم عمود الأسرة يعني. وأنا وايد 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 بعد متأثر يعني، طبعا تعرف يعني أنا مالية حتى روحة طالعة جي لازم أقعد كلها لي الأولاد. فنسأل الله الفرج إن شاء الله إليهم وإلينا إن شاء الله طبعا، ولجميع إن شاء الله الأسرى المعتقلين اللي في البحرين، إن كانت أم أو إن كان أخ أو إن كانت زوجة أو إن كانت أخو ولد خالة، يعني هادلين بعد مساكين الأسر يعني يعانون. المجتمع يعني خصوصا المجتمع دولة خليجية يعني ينظرون لها إنه المرأة العربية شلون تنسجن، يعني حرام يعني تنسجن في مجتمعنا يعني. فأنا أناشد يعني المجتمع الدولي، بس مو بعد يعني على هذا، حتى المجتمع الدولي إنه يتحرك في هذا الخصوص، إن امرأة عربية تنسجن يعني وش اسمه ويتم اعتقالها بهذا الشكل. فإحنا يعني خصوصا المعتقلات نطالب بإفراج عنهم، والإفراج الفوري.